ما عملهاش غير مع تسعة لغايه دلوقتي بس مش مع الكل. ما تسعة بس اللي عملها. تسعة بالخير. خلصنا حق مضيلهم. ثانك يو. شو رايكم على الصور؟ يا ديرة كل دول ليا حبيبي والله كتير يا جماعة اللي عايز اعطيني واحدة بليز. هو تاخد صورة؟ في غلطي عمورة بالدور بالدور يلا حبيبي قلتي لي اسمك اكتب لك هون احسن. شو رأيكم بالصورة؟ فظيعة كثير حلوة فظيعة بجد. ادي الثانية ادي الثانية ادي القلب دي اتش بس هذا لوجو تبعي لوجو هو هاي شو لا هم الرينج بس رينج دي اتش دي هذا كان احكيك على رقمك هيدا قلتيلي ايوه هذا رقمك هيدا ايوه هذا رقمك لا هذول ارقام الشباب اللي معي بيشتغلوا مكتبي الى منظم هيدا اللي تحت ايوه حبيبي انا كمان فيك تضيل عليها هيدا نظم اكيد فيها بس إلا... مش هلا انا اول شيء ما هي احنا لا اعملي لارا الى لارا انت لارا اكتب لك حاجه عربي نو بروبلم ثانك يو يا غلادي يا بسمه يا بسمة طلعت بسمة يلا بسمة حين ما بعرف شو بكتب على الله بس أنا كتبت لهم شوي لا أنا يلا ناصر جاي جدا إمبرا أنت لحد إمبرا طور مفليز بديك تكتبي لي هون بالعالم كل اللي بيجوا هون بيكتبوا لي ايه حبيبي معك قلم كبير ولا كرسي لا بس بيكتب هاي بيكتب يعني مش مشكلة هون ديالا ميشيل 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 ديالا كثير حلوة الصورة اسم الله ما شاء الله ما شاء الله الشعر اسود لبقلي كمان اسود لبقلي كمان ستايلك كيف؟ هلا يا مشيت يا ابو ديما ستايلك في الاغنية ديالا 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 شفت اتصالك حلو قوي يا لايك الحمد لله بوم بروم انا مشيت حبي انت ما خدتش اصلا حسيتي في الوين؟ يحيى اه ديالا محبي لا يا يحيى انت كمان شكلك مثل ناصر بتعمل شيء انا لا استغلات. لا حلوه جدا وصوته مثل وائل جسار طب ولا سمعتنا ولا لا هو افري ذا مويند هو عنده مشاكل في الاوتار وعنده مشاكل بالامان اه والله عنده فيروس لزاهر بياكل اوتار لزاهر خلص بليز خلوها تكتبيهم لسه مين المصور بتاعك ديالك؟ هذا مصور لبناني بالامارات اسمحك ما توهيش هلا من وين داعي؟ زاهر صديقي تماما تانيا؟ لا ديالا تانيا ديالا تانيا تانيا حداد تانيا تانيا حداد محمد باوش كمان حداد؟ مين؟ في كمان شو اسمه؟ العالم ده يعني محمد باوش نفس العالم هلا لا 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 تكتبيهم شو اسمه؟ محمد باوش محمد باش صح؟ ليه صح؟ ليه؟ أنا قاعد أعمل للناس كلها وأنا لسه ما عملتش أنتوا كتير متأثرين من حكي بعض الأكسنت محمد سراج سراج أنت سراج سراج محمد المركب اسمك صح؟ محمد سراج لا محمد عيدو عيدو والله اسمه سراج والله العظيم لا لأنه كان عم بيقول لك سراج أنا فكرت أنت أسراج لا لا عشان محمد عشان في اثنين محمد ده بيقولوا لي يا باشا محمدين طيب انا هون خلاص دي انا بصي لا هنا اخر حاجه عشان تبقى ضمن سلسله انا بسمع الهلال اموره الاعلام اهم حاجه بس 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 شمس المغرب يا غلاظي في الاخر بقى عشان الاموره حبيبتي وفقك الله وعاشت ومعاش وعاش لبنان بدي اجي حدا بسيناتور ايه عم تحكوا علي عم بسمع يا حياتي صح عم نحكي عليك مين قال لك
انا دي غلازي غلازي عارف يعني ايه غلازي؟ لا بطل رخامي يا محمد يا جماعه النظام اهم حاجه النظام نزل ميشيل هيضربنا شوف طلع انا خد وقتك خد النمونيه هم اول ناس يخلوا المطرب يمضلوا ماشي بطل تطلع المهم في شيء طاجي دوام السعادة والتوفيق العنا بعدين ماشي يلا حبيبي حبيبي ما بعرف انا مين كتب خليتها عادي مش معنى سراج كتبت له اخي طب انت ايدك ضروري تكون عشان بشد لك ال... لا مرحب حاجه في الاخر عشان تبقى معنا في الحزب يا عمي شهاده اوكي قلنا بوم بوم تك تك بوم بوم تك تك والتوفيق يا حياتك المستقبليه عن جد بجد كتير انت اليوم بتعرف تحضرينا شفتيني لحالي؟ لا ما حضرت شي اليوم انا ما فتحت تلفزيون اساسا اليوم ديانا حدد وضح انا مش كثير هلا حسيتك يعني هيك شوي تحليل نفسي مرسي تقبروني انا كثير كثير مبسوطه وكنت حبي ضل معكم اكثر بس انتم رح تعشوا هلا وانا بدي رح اتعشى كمان خلينا طب خلينا نطلع فوق اكيد هم هيجيبوا لنا اصلا ما في شيء وشفت اتصالك